إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد المفردات وعين كترني وحدد الصدحات مفردات كي أريد كترة هي كلمتها العرض وصوبان لقد أريد هي إن أريد الله تريه انظر أك واستمع لقيس وأعد كعري بيت بين كوسا مرني غوري شقة وحين كوسا مرني شقة أو دور قل أو إسكحرا دور وطبق يعني مركو يهي غوري طبقيو طبق ككولات كلبات تاسو كلي حي وحافظ غرفة وحوية قل مغسن كليا غرف قلل هي غرفة نوم قل كهرددة غرفة جلوس قل كفدقة مطبخ ماشي واخ لاغو كاريو رقم او نمبر ا تيرو اساس علابته يا سابانك غوريغا يال سريرته يا كراسيده يا ميسسك ايو سرير سرير او اساسك كمي نوقن كرتا ستاره او داها اريكه وا فدغا كراسيده فدغا وا وين سجاده سجاده وا روغا فرن وا باشا لاغو كاريو داوها waxa lagu kariyo electricga ku shaqeeya waxa cunto lagu kariyo ama moofaba thalajatu wa qabooji thalajada wax qaboojisa sakhanun wa yaani heater taw kul kulayliya biya lagu kulayliyo mar'atun murayada hadal ereyadaas ay ku soo marnay marka la soo ururiyo waxdadii ku jiray at-tadrib al-awwal wa ka koobad سل واحد حديث ساعة بين قطعة الأساس قريبة السابان كأرابتها يوال مكان الذي توجد فيه يمشى لجهره شيء بالغو شيء جيا ميل غوري كم إذا نوال الله دعاء وال لجهره إسقية مشى لجهره حريق سوحد أنت تقال مشى القاضي تو حريق سوحد غرفة النوم أيها الكافو قرن وقولك هرددة حمام كاسنا هو حمام كي غرفة جلوس قل كفرنجا مطبخ ماشى وحلقو كريو هذا وفرن موافضة وحلقو كريو واحد كحر إساء مطبخي كحر انتهي ولقيه لا سرير وحلقيه لا غرفة النوم كالقيه لا أريكة غرفة جلوس كالقيه لا مرآة وحلقيه لا حمامك صلى الله عليه وسلم سجادة يدنا وحوي أنو وحلاجها لا غرفة الجلوس ثلاجة تنو وحلاجها لا حمامك ما مطبخ حلاجها لا ثلاجة تنو مطبخ حلاجها لا سخان سجرو وحلاجها لا حمامك ستارة تنو وداهي وهاي سجنا لجها لا غرفة النوم أيها لجها ليه لأن مد بالله بينو كسو مرنسا سو حرير مد والبا كيس وحريق سو واضح مرة فرن لا غورا هادو مطبخات كخريسا سرير غرفة النوم كات كخريسا أريكة غرفة الجلوس كات كخريسا او فدغي وي مرآت واحد كخريسا حمامك ومرايد لسكو ويغي سجادة و روغي غرفة الجلوس كات كخريسا ثلاجة يدنا واحد كخريسا مطبخا سخان واحد كخريسا حمامك ستارة وهي لا خريدا او اد حريق او كخريسا غرفة النوم التدريب الثاني وحوي ليلسك لباد أشرت المان أو فرت كفيق إلى صورة صورك التي صورك تسمع أذ مغليسه اسمها مجعيد يعني مركو معلم كل واقع أذ نفرت كفيق مطبخ مركو إلى هذا مطبخ صور كيس ويا لاي فرت كفيق أثاث مركو إلى هذا معلم صابانك جريجة سريرتي كراسيدا إيو وحيل مدة كراسي دي يبقى بضان تهي وطلمان تي كاريه يساقو يعني فرطة كوفيدي مرآة تنقل كوراوة مرآة دي
يعني فرت كوفي دي صورك غرفة النوم قلك هردد مركو إلى هذا أبو فرت كوفيق شقة أو قل أو إسكحنا أو قري مثلا وقل كي هردد يكيف فرقة يا مطبخيس يا حمام كيس أنت أسوق عليه يا فدي محاها كيف فدقة أنت أسوق سكوا حنا نوكل على ونكر الشقة حمام وحمام كيا فرت مركها كوفيدي بيت جوري سجل فرت كوفيدي دور طبق كم إذا الطبقة وليها فوق فرت كوفيدي حي وصور هذا مدر بس صور كيس وضرقة فرت كوفيق وحافظ غرفة جلوس قال كفدقة فرت كوفيدي أو تلمابوري غرفة وقل مثلا كم إذا قال لك مركا سور كيس فرت كوفيق سجادة وروجي مركا فرت كوفيق ب وتدريب كلام هذا يقول واحد ترى هذا اسم الصورة أضو واحد كوه هذا شا إمك مجا صورك التي صورك يشير وتلمامي إليها صورك المدرس معلمك مركي هراء معلمك هو كده واقع مجا أنا صورك فرت كوف دينيسي إما كان هو عكسه فرت كوف ديني يا معلمك وقبل داود ليه فرت مركو سيدا كويلة هذو أذوق مجا عشاك هذو صايلة هذو وحمام له هذو حمام كي هاي كل كصايلة هذو واحد هذا أو فرت صاره وغرفة الجلوس تو طابته مجا عيسى أذوق آخر أو كل واحد مفردات إضافية هل كان نوح وي وأريي كلمة ديارة هذا وأن كسوة شرين وحدة دي العرض صوبان ديجيد وي مركا وحان صوبان ديجينا أريدان ديارات كا انظر ايك واستمع ديجيسو وأعد كعلي محرم وبش محرم شدو البالة سمي مالمه بش محرم أي شدو اللو سمي واحد بلابنتي السبت أي بلابنتي وايها سبتنا واحد كودا ماتي أحدنا واحد كودا ماتي مركز سبت لا الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة تضواني مع الموت وقوة وانا بيش محرم ايه مثلا لقصة وقادة تصاري دابدنا تدريب بقى لقصة مين ايه بيشة ايه مقعية دا ايلا دا حي مع الموت التدريب الاول وهو ليلس كوبات اكمل ايام الاسبوع هل كان وحد ما يسرطا ويقع مالمها اوليه هاي السبت بحالك على قري الاثنين نوال قري الجمعة تصدح لأسال قري أفر نوي مريهين أفر تبوحيو الأحد هلك كبوحي الثلاثاء كبوحي الأربعاء كبوحي الخميس ساء كبوحي ميلها مرم التدريب الثاني ليلس كاللباد رتب أيام الأسبوع ويقع مالمهيسة هل كان يكون قريين لكن اسكمها بيسنا أوسي اسكو حقين يسوق محيقانا أضي يسوق حبيب محاي نوقر الخميس السبت الاثنين الأربعاء الأحد الجمعة الثلاثاء السبت ساسي يسوق لحد داسيهيني أضوق السيدي عادي هاي يسوق حبيب التدريب الثالث وحوية ليلس كسدحات عشر فرط كفدي إلى اليوم مالنتا الذي مالنتا يسمعه أضمق ليسو كلبك اللي قد واقعه ده بأن فرط كفدي قرى الكيسة محاي مكا قرر الأربعاء الأحد الاثنين السبت الثلاثاء الجمعة الخميس قلق لي هذا الأربعاء مثلا فرط صار قرى الكيدة هذه لها الأحدنا فرط صار قرى الكيدة الاثنين هذه اللي قد واقعه أضو مركا فرط صار سيدا أولا مايستر التدريب الرابع قل واحد لها هذا الأيام مالمها كهضل التي مالمها يشير تلمامي إليها مالمها المدرس معلنكو واتصانو قرن الخميس هدو الى هدو مركا ادوغو نمبر قرال كيدا لفت قرال كيدا فرتصار هدو اصبتو الى هدو قرال كفرتصار الاثنين كلكو الى هدو قرال كفرت كتلمان الاربعاء مركو الى هدو قرال كفرتصار الاحد مركو الى هدو وكدو واقيا ادو قرال كتلمان الجمعة مركو الى هدو قرال كفرت كتلمان وفرت كفدي الثلاثاء مركو إلى هذا قرآن كفرت كفيق التراكيب النحوية إما كنا واحد نقالنا يتملدو حق النحو ذا إيو لحر إلى التدريب الأول وحوية ليلس كوباد تبادل السؤال والجواب إسوي دار سدا إسوي الدين إيو ورعلين مع زميلك صاحبك كما في المثال
ساد صارهم قعد المثال ككواد حوي طاء واحد أرضي كواد بايري هل تسكن في بيت مقولي بعد جنت هيبو أرضي كلويدي طاء اثنين أرضي لباد بايري نعم ها أسكن في بيت قولي بعد جنهاي حضب أنت ضم بأذو قسمه وحتى هذا هل تسكن في شقة وحامك نقرن شقة حي الجامعة حي المطار بيت أفرتها أربعة قدم قرن سؤال مركها قسمه تاهرون وتصارق قالوا هل تسكن في شقة ما مال شقها قولي يرى نور قلبة دجنتهاي نعم أسكن في شقة أيان دجنه وهذا أورن كرا هل تسكن في حي الجامعة محافظة الجامعة دخول طالبة دجنتهاي نعم أسكن في حي الجامعة وحن دجنهاي حافظة الجامعة دخول طالو حي المدار هل تسكن في حي المدار موحد دجنتهاي حافظة أكويا الله مدار نعم أسكن في حي المدار أي جواب تنقلنسا ها تاسان دجنهاي بيت مالكين أقرن يعني هل تسكن في بيت مقربة دجنتهاي نعم أسكن في بيت قريبة دجنهاي أو تاسو كره أهر أمة صوق عادن كرتا التدريب الثاني هاتي جملا واحد ينتهي جملة ذو كما في المثال ست صارها نم خالق قرن المثال وحنا قلنا أريد شقة وحن دونيا شق أورقل أو إسكحرن أو أنكريستو من فضلك واض مهاسنتها مركا هل قلنا قرن ثلاجة سجادة ستارة مرآة أريكة أيها النقرن وهذا نكرتا أريد ثلاجة أيها دونيا هذا هي الثلاجة بقرن كرا واتن أريد سجادة وحن دونيا الروج هذه هي سجادة وكن روجي أريد ستارة ذهبا دونيا فقط الوحول أما البابك هذه هي ستارة واتن داهي أريد مرآة مرايد بان دونيا هذه هي المرآة مرآة واتن مرايدي أريد أريكة وحن دونيا فردي هذه هي الأريكة وكم فردي التدريب الثالث ليلسك صدحادو حوي تبادل السؤال والجواب واحد سوي دارستان سوي دين يور علين مع زميلك صاحبك كما في المثال ستصالها في قرن المثال تصالي وحوي طاء واحد أردقي كواد بعيني هل تسكن في بيت مقوري بعد قنتهاي طاء اثنين أردقي باي لباد بايري لا مايا أسكن في شقة قولي مد قني شقة أو نور قل أبان دقنها ما حين استعمال هل كان حقوق ري بيت يا شقة أو لو سورنا له مروا بنا حقوق ري تبادنا إما كان حقوق ري شقة بيت حي الجامعة حي المطار أو وها مثلا سؤال شو آيتها يقول هل تسكن في شقة ويسوي داري موحد دقنتها شقة يا دور قل مركز شوات محن وسأل لا مايا أسكن في بيت قريبا دجنهاي هذا ما حكوا الدنيا هل تسكن في بيت مقربا دجنتهاي لا أسكن في شقة وحن دجنها أورقل حي الجامعة هل تسكن في حي الجامعة ما واحد دجنتهاي إيه حي الجامعة حافظة الجامعة دخول لا أسكن في حي المطار ما يمد دجني تجمع عدد حافظة إيربود كان دجنه هل تسكنوا أيها الذين هو دينيا في حي المدار موحد دجنته حافظة مدارك لا أسكنوا في حي الجامعة وحضرنا سواح دجنه هاي تجمع عدد أو أي مكان سؤال شاسي ومايا من روى نعم مكة المدينة مكة أيها الناقرن التدريب الرابع يعني مكان دل أقول هذا هل تسكن في مكة تصالحا من مكان دقنتهي فأنسأل لا أسكن في المدينة مدينة دقنهي هل تسكن في المدينة من مقال المدينة دقنتهي لا أسكن في مكة مكان دقنهي سأصوك التدريب الرابع وحوي لا يسك أفراد تبادل السؤال والجواب اسوي دار سدى سؤال أموي ديني ورعلين مع زميلك صاحبك كما في المثال ستصالحا المثال طاء واحد وحوي أرضي كواد بايري ماذا تريد لغرفة النوم محادو دونيسا إنار ويبسو قولك هرددة طايتني وحولي أريد ستارة تاهبان الدونية محاين مركا عمك استعمالي أريد إنو قترة غرفة إيا النوم يا ستارة بهالك إنو قترة
مطبخ ثلاجة بحركين أو قرن ده بنسو على كرسي مسوي كله ماذا تريد للمطبخ ما حد مطبخ أودوني سه وصلنا أريد ثلاجة بنو دوني هذا حمام يسخان باين أو قرن وصلنا ماذا تريد للحمام حمام كم حد أودوني سه أريد سخانا هي تركبيها لقوق كله ليه أيانو دوني هذا نغرفة يجلس أريكا باين أو قرن غرفة يجلس أريكا خلاص ماذا تريد لغرفة الجلوس ما حد أودوني سه قال كفرديك وصلنا أريد أريكة وحنو دوني فردي وقال كفرديك يفرديكو فرديكو وحلديكو كراسي وين وين غرفة النوم يستريرا باين ناقرن ماذا تريد لغرفة النوم ما حد أودوني سا قال كهردلا أريد سريرا سرير بانو دوني غرفة الجلوس يسجادا ناقرن سؤال بالغرفة حوي ماذا تريد لغرفة الجلوس ما حد أودوني سا قال كفرديك وصلنا أريد سجادة روق بانو دوني مطبخ فرنا أي قرن ماذا تريد للمطبخ محاد دوني سا أريد فرنا موفضا عن تضل أكريو أيان دوني التدريب الخامس وحوي و الليلة كشنات تبادل السؤال والجواب اسوي دار سدا ويدين يور علين مع زميلك صاحبك كما في المثال ستصارهن المثال طا واحد وحيري كم غرفة في الشقة إم سقلبا كويا لا شقد شقد ودور قل طايتني وحيري في الشقة خمسة غرف خمس غرف وحكويا لا خمس غرف شنقلبا كويا لا طا واحد بهذا نيري في أي دور الشقة طبقة فوق أي كجتها لواكي وأدوارت وطبقة كوبات كلابات كصدحات نور كسائية هاي طبقة أيكو تالواكي طايتن وحول في الدور الخامس والطبقة السنات أيكو تالا مرقا محاين نستعمالي خمس غرف هي الدور الخامس رياضة سين نستعمالي إما واحد حقين هو قرن أربع غرف الدور الرابع ثلاث غرف الدور الثالث خمس غرف الدور الثاني أربع غرف الدور الأول دبا الناس قالك أدوخت صارق هذا نكو هوري جوابك السمي وهل قلنا يا كم غرف الشقة وامسقل وصلنا أربع غرف هذا هون في أي دور الشقة دور كيف يكون طالع أما طبقة الدور الرابع كأفراد هذا هو أنت هاي لك وهو كم غرفة في الشقة امساكوية له قلباكوية له وصلنا ثلاث غرف صدح قلبك كوبنت هاي في أي دور الشقة طبقة كتها لواكي الدور الثالث واكس الدحاد هذا كم غرفة في الشقة إمسا كويا لقل الشقة خمس غرف شنقلوي في أي دور الشقة طبقة كتها الدور الثاني وطبقة لبات كم غرفة في الشقة إمسا كويا لقل باكويا لشقة أربع غرف في أي دور الشقة طبقة كتلة واكي الدور الأول واكي كوبات التدريب السادس لا يلسك لحد هاتي جملا كما في المثالين وحلك على إذا جملة السماء إمك ساتو صارياشن كويا لأوكلة المثال الأول وحوي لدينا شقة جميلة مثلا كي كريني يقوليها هي عمارة تشوغيبا أرنية وحانو هينا لدينا وحا أكتي ديا له شقة جميلة وأنا هنا شق يعني إني سكوا حرام وأنت هني شو جينا قلك كوبن وقرح بضم بنا هنا المثال الثاني لدينا بيت جميل ومو حرنا يا كوري قرح بضم بنا هنا أثاث وهل لدينا أثاث جميل وحاجة هذه يا لا سابانكا قرية هلا دقت صارهان كراسي وحلمت كميسس كيو أو قرح بضم لدينا أريكة جميلة فرد قرح بضم بنا هنا لدينا فرن جميل وحنو هينا موافق قرح بضن لدينا سجادة جميلة وحنو هينا روك قرح بضن لدينا سخان جميل وحنو هينا هي تركبيها قليلية وقرح بضن لدينا غرفة جميلة وحنو هينا قل قرح بضن ملخص تراكيب وحنو هينا نقصو قادنا هينا تراكيب تيجم لوينكي أو لسو أروري وحي كتشري أو لوردقي قابكن قيب تكوبات قيبك كوبانت هاي إلى وحكي كوبان تا توبان قيبوت هذا قيبت كوبان دحوي أريد بالأرنية أريد ستارة ذهبان دونية أريد أريكة فدبان دونية
أريد ثلاجة وحن دوني يا قبوتشي أو ثلاجة أريد مرآة وحن دوني يا مرايد أريد فرنا وحن دوني يا موفض عن تضل أوكريو أريد سخانا وحن دوني يا كبيها كليلية قيل ترى ضحوي هل تسكن موحد دجنتهاي في بيت مجري بعد دجنتهاي ورسولنا يعني نعم ها أسكن في بيت جري بعد دجنهاي وحقولن كرا لا أنا ويكو قرنته نعم يا لا بقرن لا أسكن في شقة أيان دجنة جري مد دجنة شقة عند دجنهاي هذا سؤال كلا هل تسكن في شقة مش شقة دجنتهاي نعم أسكن في شقة وحن دجنة شقة ودور قل أمر زل لا أسكن في بيت شقة مد دجني قولي بان دقين هاي هل تسكن في حي المدار موحد دقين تي حافظة مدار نعم أسكن في حي المدار بان دقين أما لا أسكن في حي الجامعة أيان دقين هذا نوح هو هل تسكن في حي الجامعة موحد دقين تي حافظة جامعة دخوطها نعم أسكن في حي الجامعة وضران كرتها هذه أي ساحة هاي هذه ساكوها بونتي هذه قال الله لا أسكن في حي المدار أيان دقين هاي قريب تس أفراد هو في الشقة بالكاكو قرن في الشقة الثلاث غرف وحكوية لا شقة صدح قل في الشقة أربع غرف وحكوية لا أفر قل أما في الشقة خمس غرف باكوية قلت سنة دوحة أريد واحد دوني شقة أي دوني من فضلك واضمها تنتهي أريد واحد دوني ستارة دهبان دوني إن هذا يعني إيجي بيسويا من فضلك واضمها تنتهي أريد أريكة فردبان دوني من فضلك واضمها تنتهي هذا إيجي بيسي يعني أريد ثلاجة قبوتشيا دوني ثلاجة من فضلك واد مهاتن تحي أريد واحد دونية سجادة بان دونية روب من فضلك واد مهاتن تحي قلت اللي حدوحة وهي الشقة وحكوتها الله في الدور الأولي طبق كوبات أما الشقة في الدور الثاني وحكوتها الله الشقة هي قيبتها مثلا قريها سكوحنا وحكوتها الله الدور أما طبق اللبات الشقة في الدور الثالث شقة وحكوتها الله طبق صدحات الشقة في الدور الرابع شقة وحكوتها الله الدور أفراد الشقة في الدور الخامس وحكوتها على دورك شنات قيتوا تتبادوا حوي كم غرفة في الشقة إمسا قلبا كويا لشقة كم ستارة في الشقة إمسا داهبا كحنا الشقة كم حماما إمسا حمام با في الشقة كويا كم سجادة في الشقة إمسا روكبا شقة كم ثلاجة في الشقة إمسا ثلاجود با شقة waxaa la suugeynayaa in inta ku xiran had iyo goor laga jawaabi kara qolalka waa wixii yaalo qaybta sadex way ladayna baytun jamiil agteeda waxa yaala guri aad qurux badan baan hayna ladayna furun jamiilun waxaanu hayna moofo aad qurux badan oo iibinno gurigu iibno uu noqdaa kirana uu noqdaa ladayna saxaab heeterki biya kulnay baan hayna jamiilun qurux badan jamiilun taas oo wada taala qaybta sagaalad ladayna shaqatun jamiilatun وحنو هينا شقة آد قرح بدن لدينا سجادة جميلة وحنو هينا روق آد قرح بدن لدينا غرفة جميلة قل آد قرح بدن بانو هينا قيبت تواندو حوي في أي دور الشقة طبق يكوتها الله شقة دواكي في أي دور في أي غرفة الثلاجة هدنا قل كي الثلاجة دو قل كي في أي بيت الغرفة قريجي بيت الله gurigee bay ku taala qurfadu eeg beedku guriga oo dhan baa beed la soconaya mararka qaarkii marka qurfaduna waa qol kamida qolku gurigee buu ku yaala maqsinku ala suwaat wa fahmu al masmuu im kana waa codadkii iyo waxa la maqlayo ee codku uu dhageystay inuu qofku fahmo awla ala suwaat horta ha iyo ha ayaan laalayna waa wax weeyaan codadkeena ha iyo xaaba ku jira haadu iyada oo xarafki khad madow bay ku qoran tahay haaduna waxa ku qoran tahay khad casaana hawa uu soo dhacay hawa uu koobay hariirun waa guuxa ay leedahay hariir hariirun waa xariirta la xidho iyo haadin hanuuniye iyo xaadin xaadina waa ka geela u heesa marka geela la caraabinayo ama safarka laftiisa markuu xidhiidhsan yahay awrta hamzatun waa xarafka hamza la yiraahdo hamzatun waa nin magacii hamiim waa hadda aan aad loo fahmay hamiimna waa wax kulul haramun waa gabowga haramun xaramka waxa weeye xaramka shariifka ah midna xaramka ee madiina iyo yuhbitu yaani hoos buu soo dejinaya yuhbitu uu baabinaya wuxuu xibaad waa baabinta saahirun waa mid soo jeeda
وأن سيحن يساحر وامد وحسحرة أهل يعني وكل واقع مثلا أيال إلى هذا يأحل وبن وحلالي مهجور شيء لقيته جي يا محجور مثل حيري وفي مركز لقى حيوبيو حلكا مسؤوليته كله محجور مهجور هو ما لقى جوري أم واحد لقى تجي ناحية مد ودي ليسا ناحية مد قرين سو برون سو أويسا كاهل وطنكا هل كاتونكا كاهل مد نكولا فارح مد وروح بدن فارح مد فرحسن شبه وايسو كان وايسو شبح وامد طول وحكم مغضى وأنت كل جرنين وحوي هذا شبح شبه إنه وحوي سؤال أباه يعني هي أباه أبيه ونقول كرا أباه يعني وديدي أبا أباه بحاول قرنته لكن ما قال فوت أنت وأبيه يعني أباها تنو بني لاهن وامد عيارية هي لاهن مد مغضى وحكم مغضى سيكون مغضى هي لاهن مد عيارية بلهن قف أنا عقل بدني يا بلهن تمرت مركا أنا بسلانة مرها أجرتها أخترك سهو عام صحن ووحي صحراء أريد أسي إن الحفيدة لدنيا ترد بدن ومارته وأريد قف اللوس وكرني وخلو بلا بريو مركا مركا ليسو جينا وبدن كران وهو إلى واحد نقول كران لح يصدم واللح ملود من لح التدريب الثالث مرك يمكن لح يصدم قف وحفظي أدو صف في عون حفظيه مرة وبقى انت هين لقبال القصينة يا دواني اريدي سوى بطنة يا وقفك وبرنا اي معلومات كيسي التدريب الثالث وهو ليلة الصدحات استمع واعد بجيسو كسو علي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي با مهدل الله عالمين تؤرم بأور ربك الرحمن الرحيم الله نحريس تبضن نحريس تيسا أدويو أي عام كتي عدو البقالي نحريس تيسا آخرنا أي مؤمنين تأغوني دتاهي والأخريسا وحاني كبلا ميان حروف تبا كتيرتا أي نشيقيني أمركا هوري هادو مر بلوي كوچرتا مر دخدوي كوچرتا مر حاجه دمبي كوچرتا هادو مر بلوي كوچرتا مر دخدوي كوچرتا مر هو ودنبيسا والعاديات ضبحا وان كو دارتبا الهيري فردها ويرلا غوبتا عدوغا ضبحا يغو هي راغيا وا عودكا اي بخيان فرده مركي ارديان هي راغي غوح اي بخيان iyo guuxanka ay hordo markay ilaahan iyo feeraha ka guuxan ee dabxan falmuriyati qadhan iyo kuwa iftiimiya dabka iyo madagta ama markay dhagax isku taagan shilacadka sida markay qoobka ugu dhuftaan cidida adag ee habeenna ay tahay shilacadku wacbu yiraahdaa dabadna waa kuwa ka soo saara dabka markay ordayaan ee dhagax shilacadka ay ku dhuftaan cagta ayuu wacay yiraahdaa دبنا وحلا هتلمام يا أرض كودة إيو جرحن كودة إيو وير كودة إيه سوحن كأي بحنا يان حاجة عتقة إيه طبقة أي مركي كتشو إنسان شير عتقة وع أرنية فالمغيرات الصبح ما نقول أرتبة إلى هالكو ورس على طهري عدو هو بريسته وفرده إنا فتحنا لك فتحا مبينا وحنكوفرني فرتان عبد نبي محمد فسوف يحاسب حسابا يسيرا وهل حسابين دون حساب فضد قفكم مؤمن كأ يكتاب كي سميدك تلقى سيو اللهم اجعلنا منهم ولكم فيها جمال وحيدين سقنا هذا إذن كقروح حين تريحون مركة صعح رابين إنسان حوله يو حين تسرحون مركة فوفين إنسان وقفك حوله عليه يو مالك قروح بقفك ويح مركة أريد صور دن وآيده القرآن ككريم كاشرف تبضنا ويسلم مركة حروف تحادة أي إن بدني كتر توقع مدي ثانيا فهم المسموع إن بكنا واحد كان كقرن وحيل مقلو مركز دقيسة تعتلده إن هذا وحيل أتفهمتي إن أتفهمته واحد مقلسه
oo qofkan maxaa lagu toobaraya luqadan umuu dhalan waa la qeyri naatiqiina biha dadkan ku hadal dabadna cajalada markuu dhageystay waxaa la eegayaa inta uu ka fahmay waa kuwa iyaga ugu adag tadriibka ugu adag atadriibu awal ka koowaad waxa weeye istamic horta markuu hore dhageysa cajalada uma dac waxaa dhigta arraqma number ku qor fi lmurabic lmunaasab afar geeslaha ama laba jibaaranaha markaa ku munaasabka ah ku qor waa saddexdaasaa ku qoran waad arkaysaa saddexdaa laba jibaarane ee sawiran ka munaasabka ah ku qor oo waxa lagu sheego qor atadriibu thaani istamic dhegayso uma dac waxaa dhigtaa calaamata sax calaamada saxda ah dhig fi lmurabic lmunaasib murabaca munaasibka ah oo halkaa hore saddex iyo saddex baa ku qoran halkan waa saddex iyo saddex waa kuwaa ku qoran iminka mathal halkaasi qurafun ba aynu ku soo marnay halkaa iminka aynu taagan nahay haddii qurafun taasoo kale ay tahay de waad saxaysaa murabacyadaasi lixda ah ama ilaaha sideedda ah kuwan waa sideed dambe afar iyo afar iyo afartan dambe labaiyo tobankaa oo mathalan kaa kuraasa haddii ahaatun uu yahay ahaadkii de waad saxaysaa markaa markaa mid walba ka saxdiisa aqor atadriibu thaalif waxa weeye layliska saddexaad istamic dhegayso marka hore cajalad baa aad ka dhegaysanaysaa saliidka ka dhegayso uma daca waxaad dhigtaa arraqma nambarka saar fi lmurabic lmunaasib laba jibaaranaha ku haboon waxaad saartaa sax markaad dhegaysato dabeedna waxaa la qiyaasayaa inta fahmigaagu uu la eg yahay markaad dhegaysta hadalka ee ereyadan saxdo atadriibu raabic aad murabacan saxdo murabacaad kaa saxdo atadriibu raabic ka afraad waxa weeye layliska afraad istamic dhegayso ila su-aali iminka su-aal baa lagu weydiin doonaa dhegaysaya su-aasha horta dhegayso uma dac waxaa dhigtaa arraqma nambarka sa fi lmurabic lmunaasib haddii lagu yidhaahdo shay sawiradanaa lagu weydiinaya mathalan sawiradan iminka soo alif kama bilaabmayso haddii lagu yidhaahdo maa haadihi ama lagu dhaha raqamka alif waa maxay waxaa ku qoran dabeedna waad kaisa quraf baad odhanaysaa dabeedna saa uga jawaab ka labaad imika maxaa ku qoran baado waa arika haddii su-aal lagaa weydiiyo lagu dhaha waa maxay maa haadihi ama raqamkan waxa ku qoran waa maxay waa arika baad odhanaysaa dabeedna saasaad uga jawaabaysaa alkalaam imika waa hadalkii atadriibu awal waa layliska koowaad tabaadal su-aala waljawaaba maca zamiilik isweydaarsada weydiin iyo warcelin adiyo saaxiibka alif baa u horeeya da waaxid ardaygii koowaad wuxuu yihi maa raqmu baytik nambarka gurigaagu waa maxay ama shaqatuk labadaa marka had iyo jeer dhigo xariiqa labada mid walba waa la odhan karaa waa maxay raqamka ama nambarka gurigaagu ama shaqadu haddii ay shaqo tahay da itniin wuxuu yihi sabca waa ka toddobaad buu yihi haddana da itniin ardaygi kalea yidhi maa raqmu baytika shaqatuka raqmu shaqatika ama baytika gurigaaga nambarkiisu da talaata ardaygii saddexaad baa yidhi khamsa waa number shan da arbaca halkaa muxuu isdaba geliyey da arbaca kii afraad ba arbaca khamsa sita sabca tamaaniya baa halkaas daba qoray halkana raqamyadoodii buu isdaba qoray da arbaca baa wuxuu yidhi markii la weydiiyey buu yidhi waa thalaatha kaygu da khamsa ardaygii shanaad wuxuu yidhi arbaca aniga weeye da sita kii lixaadna wuxuu yidhi sita aniga nambarkayga waa lix kii toddobaadna wuxuu yidhi aniga waa sideed ka sideedna wuxuu yidhi maxay aniga waa sagaal saasoo kale isu daba yaalaan da haddana da waaxid baa wuxuu yidhi waa su-aasha labaade wuxuu yidhi askunu fii xayi ljaamica ayna taskun wuxuu yidhi askunu fii xayi ljaamica anigu waxaan deganahay xaafadda jaamacadda ku taal ayna taskun adugu halkee degan tahay buu weydiiyey daytinin baa wuxuu markaa yidhi isaguna da waaxid baa hadda wuxuu yidhi askunu fii xayi lmadaar anigu waxaan deganahay xaafadda madaar ku yaal ayna taskun adu halkee degan tahay markaa qof wali wuxuu odhanayaa mathalan xaafadiisuu sheegaya dabeedna su-aalu kuu sheega wuxuu ku yidhi yuriidu yadkuru wuxuu sheegayaa kullu daalibin arday waliba alxaya xaafadda alladii yaskunu fii xaafaddu degan yahay su-aalaha ardayda badan isdaba taxan mid walba waxaa la weydiinayaa adu xaafaddaa degan tahay waa tee dabeedna xaafadiisuu magacaabaya oo iminka waa lasoo ururiyey su-aalaha badan bay isweydiinaya waa arday badanoo isweraysanaysa oo isbaranaysa halkay degan yihiin dabeedna mid waliba xaafadiisuu sheegaya atadriib athaani waxa weye layliska labaad tabaadal layliska labaad marka mar walba la leeyahay mar walba waxaad la soconaysaa qaabka kitaabkeenu usocdo alkalaam
مرول بتداريتي سلا بلابيا هذه قرآن كتاب ولا بلابيا هذه فهم مسوعة كل بو ولا بلابيا مرول بكينو كهالدينا كوي يلا بلا وضيع مركائم الكلام بينك كتره الكلام تدريب كيس لباد تبادل الحوار مع زميلك واحد سوي درستان صاحبك وضع الشيء كيس كما في المثال المثال طا واحد وحولي أريد مشاهدة الشقة وحندون يا ينام أركو شقة أما دورك قولي استحلن طا اتني بحولي تفضل هذه هي شقة صوغل أو واتن شقة دي ايك شقة دي واتني سلاج أبا مرخالك إنه قرن سرير أبا إنه قرن مرآة أبا قرن فرن أبا قرن يا أريكة رسول حرنا يا سؤال هل افتودون أريد وحندون يا مشاهدة الثلاجة إن الثلاجة أرتو تفضل هذه هي الثلاجة هو أقوى تاني أريد سريرا بون أريد واحد دنيا مشاهدة السرير إن سريرتي أركو وممكن سريرتي مثل نيمسنا يو رسولنا يا تفضل هذه هي يا سرير واتن سريرتي رسولنا أريد مشاهدة المرآة واحد دنيا أركم رائدة تفضل هذه هي المرآة واتن مرائدي أريد مشاهدة الفرن إن الموفدي أركو صورنا يا تفضل هذا هو الفرن وطن موفدي صورنا هذانا أريد مشاهدة الأريكة وحندونا أركو فرنجي وصورنا يا تفضل هذه هي الأريكة وطن فرنجي وكني التدريب الثالث تصارها ستحادوح هو كلامك خصاب سن تبادل السؤال والجواب مع زميلك اسوي دار سدى ويدين يور علين أدي صاحبك المثال تصالوح ويطاء واحد أرضي وروح ويولي أما كوبد ماذا تريد محادونيسا كل بسو أشوارنا محادونيسا طاوتي ويولي أريد ستارة وحندونيا ده أريكة وحلونا مركا ماذا تريد بورنا محادونيسا مسيو أريد أريكة وحندونيا فردي فرنا باين وغرن سؤال بلغة سمينيا ماذا تريد محادونيسا أريد فرنا موفان دونيا سخانا باقرن وهي تركيا ماذا تريد أريد سخانا وحن دونيا خليلية سجادة روغي ماذا تريد محا دونيسا أريد سجادة بورنيا مركا مرآة ماذا تريد محا دونيسا أريد مرآة أيان دونيا وصورني هذه هي المرآة واتنهو ثلاجة ماذا تريد أريد ثلاجة من دونيا انت نقرأ مكا نكو عبرنا وعينكا ماذا تريد أريد سريرا سرير بان دونيا ماذا تريد محا دونيسا أريد ستارة ده بان دونيا التدريب الرابع تدريب كأفراد يكو صافصا ولا هذلك وهاتي جملة كبا في المثال واحد كانت جملوين ستصارها نوكالي المثال الأول تصارها كوبا دوحوي أسكن في حي الجامعة واحد دقنهي حافظ جامعة دوكو طالو أسكن في شقة جميلة وحن دقنهي شقة ودور قل أهو قروح بضن أسكن وحن دقنهي في الشقة الشقة في الدور الخامس الشقة في الدور الخامس وحكو تعالى شقة طبق شناد في الشقة وحيالة شقة ودور قل أسكن حرنا خمس غرف وحكا كوبان تهيكو لحيالة شنقل شنقل بل أسكن هذا محي شقة صدق قول بعض سؤال شقة أفر قول بعض سؤال شقة أنت يسكحرن كرب الله قط لك قريب الدور الرابع أيها إذا كان هو قرن غرف أربع غرف الدور الثالث وحق قرن ثلاث غرف الدور السادس ست غرف الدور السابع سبع غرف مركز سؤال ولا قسم إنكرا وحلو إنكرا وأقول لك كم غرفة في الشقة إمسا كويال صارنا أربع غرف صار في أي دور الشقة شقة دور كي كطالع ما طبقة وصارنا الدور الرابع طبقة أفراد هذا هو كم غرفة في الشقة إمسا كقابنت هاي شقة صارنا ثلاث غرف هاي كقابنت هاي صدق قول في أي دور الشقة دور كي يطبق يكوت على واقي الدور الشقة الدور الثالث وعكوت على معي قولك صدحات عفوا دورك صدحات وهلون يا كم غرفة في الشقة إمساكوا يا الغرفة
شقده يمسك قلبا كيالا صلى ست غرف وحكو يالا لحقل في اي دور الشقة دور كي يدبقى كتالا الدور السادس وحكو تالا طبق اللحاد كم غرفة في الشقة امسا ايا كيال قل سبع غرف ما كيالا في اي شقة في اي دور الشقة طبقة كتالا الدور السابع وحكو تالا طبقة الطباط التدريب الخامس كسنا الهدف وحوية تبادل الحوار مع زميلك أدي صاحبك وضشي كيسي اسوي دار سدى كما في المثال ستصالها المثال طاء أردي الضاء واحد أردي أين أريد شقة من فضلك وحندون إياه شقة مثلا أدقك رئيس وكلا طاء اثنين بوحر لدينا شقة جميلة وحنو هينا شقة أما وقال قروح بضمانه هنا سكحرا طا اثنين بقى وحوري طا واحد وحوري أريد مشاهدة شقة وحندوني شقة أنا أصوركم طا اثنين وحوري هذه هي شقة وكان شقته هي قرال كوكوم ويان طا واحد بقى وحوري هذه شقة جميلة وقرال آدو قروح بضم بود بيني ثلاجة أريكة سجادة ستارة مرآة وانتين لك ترى مركا لقصمين يا وحورنا يا أريد ثلاجة من فضلك وحن دونيا ثلاجة وصورنا لدينا ثلاجة جميلة ما نهينا صورنا أريد مشاهدة ثلاجة وحن دونيا ثلاجة تاركو وصورنا يا هذه ثلاجة وصورنا ثلاجة دي وصورنا هذه ثلاجة جميلة وانت على قبائم دولة وصورنا ريسا أريك بات الله وحن يا أريد أريك تمان دونيا من فضلك وضما تنطاي وصورنا يا لدينا أريكة جميلة بانو هينا فرق روح بدن صورنا أريد مشاهدة الأريكة وحندونا فرق سواركو صور هذه هي الأريكة واطن فرق وصورنا هذه أريكة جميلة وفرق روح بدن سجادة وعلمت أريد وحندونا يابورنا سجادة من فضلك واد مهاتن تاي وصورنا لدينا سجادة جميلة وحنو هينا روق روح بدن صورنا أريد وحندونا مشاهدة سجادته مشاهدة سجادتي إن روق الصوركو صور هذه سجادة وكن روقي مغسوس نورنا يا هذه سجادة جميلة وروق روح بدن وهذا نوح أنا أريد ستارة من فضلك ستارة من فضلك وحندوني الده وصورنا هذه لدينا ستارة جميلة بورنا وعنو هنا ده روح بدن صورنا أريد وحندوني مشاهدة الستارة إن صوركو أنا أذكركم صورنا يا هذه الستارة وكنداهي وحورنا هذه ستارة جميلة وستارة غرف بدن مرآة بهذا نقرن والله قسم من سؤالهن أريد مرآة من دونها من فضلك واد ما هتنتهي صورنا لدينا مرآة جميلة وحنا مرآة غرف بدن صورنا يا أريد مشاهدة المرآة أنا أذكركم دونها مرايدة وصورنا يا هذه هي المرآة واتن صورنا هذه مرآة جميلة ومرايات قروح بضن والله أعلم بالثواب وبالله التوفيق.